حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في تعاملات الأربعاء في أسواق بغداد وأربيل، وبلغ سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 1482 دينارا، وفي محل الصرافة سجل 1492 دينارا، وفي أربيل فقد بلغ سعر صرف الدينار للبيع 1485 وللشراء 1484. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة العراق من السندات الأمريكية انخفضت للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى أكثر من 32 مليار دولار، وبذلك تكون السندات الأمريكية قد انخفضت بمقدار 2.1 مليار دولار لتصل إلى 32.7 مليار دولار، بعدما كانت 34.8 مليار دولار خلال الشهر السابق. يذكر أن السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة، حيث وصلت السندات الأمريكية لديها 113 مليارا و300 مليون دولار، وتأتي الإمارات ثانيا ب 69 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 41 مليارا و400 مليون دولار، والعراق يأتي رابعا في حيازته للسندات. أعلنت هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء انخفاض شراء العقارات من قبل العراقيين خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 بنسبة وصلت إلى 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقالت الهيئة إن العراقيين اشتروا خلال الأشهر الأربعة الأولى وابتداء من شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي اشتروا تقريبا حوالي 984 عقارا في تركيا، وهذا الانخفاض بلغ 75% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين نحو 4025 عقارا. انخفضت أسعار النفط العالمية في تعاملات اليوم في الوقت الذي توازن فيه الأسواق بين المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة وتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وتراجع الإمدادات الروسية وانخفاض المخزونات الأمريكية. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتستقر عند 79 دولارا و41 سنتا للبرميل الواحد، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليسجل 75 دولارا و43 سنتا للبرميل. ولا يزال خبراء الاقتصادي قلقين لئلا ينخفض التضخم الأمريكي بالسرعة الكافية حتى في ظل رفع أسعار الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة سينخفض بنسبة طفيفة بنهاية العام أو سيظل قرب مستواه الحالي عند أقل قليلا من 5%. أمهلت وزارة الخارجية الروسية الأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع صادرات الزراعة الروسية، وأشارت الوزارة في البيان إلى أن البند السادس من المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار اتفاق إسطنبول بشأن تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود ينص على أن أي طرف يجب أن يبلغ الطرف الآخر في غضون 3 أشهر إذا توقف عن تنفيذ المذكرة. وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لذلك لا يزال لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة مهلة 90 يوماً لإكمال العمل في تنفيذ أحد شروط الصفقة، وهو إعادة دمج هيكل المصرف الزراعي الروسي في نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.